في ناس عايزه المجلس تكمل، في بعض اعضاء الجمعيه العموميه مبسوطين، بيقول لك النادي الاهلي كويس اجتماعيا، انشاءات كويسه، الناس مبسوطه، والبعض الاخر واخدها من وجهه نظر كرويه او جماهير ان لا مش عايزين المجلس يكمل. طبعا وجهات نظر مختلفه، وفي الاخر بنحترم القضاء المصري، والمحكمه قالت قرار هيتنفذ، ووزير الشباب والرياضه هو اللي هيتحمل المسؤوليه بقى في الفتره القادمه. نتمنى التوفيق والاستقرار للمؤسسات الكبيره الرياضيه في مصر، اهلي، زمالك، اسماعيلي، اتحاد مصر. نتمنى النادي الاهلي نادي كبير جدا، شعبيه كبيره جدا، نتمنى الاستقرار للنادي الاهلي في الفتره القادمه على مستوى مجلس الاداره ورئيس النادي، مش عايزين يبقى فيه تغييرات كتير. وطبعا يعني دي كانت انتخابات وراي الجمعيه العموميه، وفي حكم محكمه دلوقتي ما نقدرش نتكلم، لكن احنا بنشوف اراء الناس الاعضاء والجماهير بالنسبه للنادي الاهلي، وبنحترم كل الاراء، وبنحترم مجلس الحالي المهندس محمود طاهر، بنحترم المجلس السابق كابتن حسن حمدي ومجلسه، طبعا بنحترم كل مجالس الادارات، وكل واحد عايز يشتغل عشان يخدم الحته او النادي اللي هو بينتمي اليه. طيب السوليه بيقترب من النادي الاهلي، خلاص يعني على وشك السوليه ان هو يجي مصر بكره او بعده، والامور هتبقى السوليه خلاص موجود في النادي الاهلي الفتره القادمه. مستر بيسيرو بقى بيقول احترم تعاقدي مع الاهلي وما اعرفش اي حاجه عن العرض الاماراتي. انا عايز اقول ان العرض الاماراتي ما فيش عرض اماراتي، ولا نادي بنياس عايزين مستر بيسيرو ولا اي حاجه، ولكن بيبقى فيه وكلاء بتوع مدربين، ممكن وكيل مستر بيسيرو، يعني مش عايز اتهم حد، ولكن لما بيلاقي فيه هجوم او نقد او الامور مش ماشيه كويس مع المدرب بتاعه اللي هو مستر بيسيرو، يروح مصرف لا خلي بالكوا يا جماعه ده نادي مش عارف مين عايزينه ب 2 مليون يورو، والكلام ده بيبقى طبعا كلام بس مجرد ان هو يخوف الناس ويخوف المسؤولين على اساس ان هم الناس او الجماهير تبدا تتمسك، يقول لك لا الراجل ما يمشيش، الراجل يقعد حتى لو النتائج مش كويسه. يبقى موضوع يعني ايه دعائي شويه، او بيبقوا عارفين هم وكلاء المدربين واللعيبه ازاي يديروا الموضوع لما يحسوا ان المدرب بتاعهم اللي هم جايبينه في نقد عليه، الامور مش ماشيه معاه بشكل كويس، فيبدا يقول لك ده عايزينه في الامارات مش عارف كذا، ده عايزينه في السعوديه مش عارف ايه كذا. وزي ما قلت لكم برده خلينا متفقين، هو مفيش عرض، يعني مفيش عرض لمستر بيسيرو. نادي بنياس انا فتحت على النت وشفت تصريحات المسؤولين هناك، وشفت معلومات عن نادي بنياس، معاهم مدرب اسمه جارسي، اعتقد جارسيا لوبيز حاجه كده، مدرب اسباني، وماشيين يعني بشكل معقول في الدوري الاماراتي في المركز السابع، ما بيفكروش ان هم يغيروا المدرب في الفتره القادمه، فما فيش عرض لمستر بيسيرو من الامارات. وزي ما قلت لكم اللي بيمسك الاهلي او بيمسك الزمالك بيبقى فاترينه، تبقى فاترينه كبيره في الشرق الاوسط، بتلاقي على طول بعد كده بيجي له عروض. يعني ممكن مستر بيسيرو قبل ما يشتغل في النادي الاهلي كان الفتره فات مش شغال، كان قاعد في البيت، لما مسك النادي الاهلي حتى لو عمل نتائج وحشه هتلاقي في انديه في الخليج بعد ما يمشي من النادي الاهلي هتبقى عايزاه. نفس القصه مستر فيريرا اللي خد الدوري مع الزمالك السنه اللي فاتت وراح السد القطري، كان قبل ما يشتغل في الزمالك ما كانش شغال، قعد 6-7 شهور مش شغال او سنه مش شغال، اول ما مسك نادي الزمالك وحقق مع الزمالك حاجه، او حتى قبل ما يحقق كان في عروض بتيجي لمستر فيريرا. باتشيكو المدير الفني البرتغالي جه مسك نادي الزمالك وكان ماشي كويس مع نادي الزمالك، جاله الشباب السعودي وراح مسافر ورايح الشباب السعودي، راح الشباب السعودي وما نجحش، راحوا ماشيينه بعد كده. فالزمالك والاهلي فاترينا في الشرق الاوسط خصوصا في دول الخليج، على طول بيروحوا واخدين اللي بيدرب الاهلي بيدرب الزمالك، وده الموضوع ده طبيعي بيحصل في الفتره الاخيره. طيب زي ما قلت لكم عمرو السوليه يعني خلاص قرب من النادي الاهلي بشكل كبير جدا، واحنا كنا متكلمين في القصه دي بقالنا فتره كبيره. وليد سليمان عنده تمزق في أربطة الكاحل الأنكل، هيقعد 45 يوم بعيد، يعني مش عارف إيه الإصابة بالظبط، يعني مكتوب عندي جزع، بس الجزع ما بيقعدش الشهر ونص، يعني لازم يكون أكيد في تمزق في الأربطة فهيجبس الأنكل ولا حاجة عشان التمزق يلحم. فبيقولوا إن هو إصابته كانت في مباراة المقاولين العرب، ومش هيكون متواجد مع النادي الاهلي في الفتره القادمه كمان، يعني لسه مالك ايفونا قدامه حوالي 10 ايام بيتعالج من اصابه في العضله الخلفيه، مزق في العضله الخلفيه. فزي ما قلت لكم في غيابات كتير للنادي الاهلي في المباراه القادمه، صالح جمعه لسه الدكتور ما قالش موضوعه ايه، لكن هو كان خارج مصاب من مباراه الداخليه، حسام غالي كان عنده اصابه برضه، حسام عاشور موقوف، وليد سليمان، مالك ايفونا، خمس
يعني غيابات ممكن ما تكونش مع النادي الاهلي في مباراه الاسماعيلي والنهارده الحد، ومباراه الاسماعيلي يوم الاربعاء اللي جاي بعد 3 ايام. محمد حمدي زكي خلاص موضوعه انتهى في نادي سموحه، المفروض كان وقع في نادي سموحه والنادي الاهلي وافق له على الاعاره في نادي سموحه، والنهارده جاله عرض من نادي وادي دجله، وادي دجله عرض على النادي الاهلي ان هو يستعير محمد حمدي زكي، لكن موضوع محمد زكي اعتقد خلص مع نادي سموحه خلاص. النهارده غاب عماد متعب وسعد سمير عن التدريب النادي الاهلي، عندهم امتحانات نص السنه فغابوا النهارده ما اشتركوش في التدريب يعني. ممكن يكونوا بقى راحوا بعد طيب نروح للكابتن حماده صدقي ونبارك له بقى على المهمه الجديده ان شاء الله، ربنا يكرمه ان شاء الله مع نادي امبي، نادي كبير ونادي مميز، وكابتن حماده طبعا مدرب كبير ومدرب مميز جدا، ومش عارف ايه اللي حصل مع وادي دجله الفتره فات، كان سوء توفيق شويه الامور ما كانتش ماشيه كويس، ولكن ربنا عوض كابتن حماده صدقي على طول مع نادي امبي، واعتقد ان شاء الله تكون تجربه ناجحه للكابتن حماده صدقي. ازيك يا كابتن حماده؟ خير يا كريم، الله يخليك حبيبي. اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك كابتن. كله تمام والله الحمد لله. يعني مش عارف اقول لك بقى هارد لك عشان وادي دجله ولا اقول لك مبروك عشان امبي؟ يعني الاثنين طبعا، نادي وادي دجله طبعا كلهم كل احترام وتقدير وناس محترمه، وممكن ما كانش فيه توفيق الفتره الاخيره طبعا. اكيد يا كابتن كان في حاجه سببت ان ما يبقاش فيه توفيق، يعني اكيد في مشكله، في حاجه حصلت مش مظبوطه. والله انا كنت سامع كلام كده ان في مشاكل مع الكابتن علي ابو جريشه وفي حاجات. لا خالص، لا لا لا، لا خالص والله، والله بجد يعني ولا اي حاجه. راجل محترم جدا جدا كابتن علي، طبعا كان بيساعدنا بكل اخلاص وامانه، وطبعا مستر ماجد راجل محترم جدا، ولكن هي انت عارف بتقفل مره واحده كده، انت عارف النتائج مع البتاع، فقلنا كان لازم يهز. يمكن انا بدرت انا بالموضوع ده ورحت لمستر ماجد يعني، قلت له لازم تحصل هزه، كنا طالبين شويه لعيبه وتاخروا شويه، يا اما المدرب يعني حاجه للعيبه، ممكن اعمل امشي انا عشان المصلحه العامه. ايوه. فالراجل كان متفاهم جدا، وخرجنا متهمين جدا جدا، وكنا معاه النهارده الصبح، والامور كانت كويسه جدا جدا. يعني نقدر نقول حماده صدقي هو اللي طلب ان هو يمشي، ولا وادي دجله اللي قالت مع عارف ولا الاتفاق اللي مع بعض انتوا الاثنين؟ الاتفاق مع بعض، الاتفاق مع بعض احنا الاثنين، والحمد لله الناس يعني بشكرهم طبعا من خلالك، طبعا الناس الحمد لله مبسوطين جدا جدا، مستر ماجد والمجموعه كلها اللي في وادي دجله، منظومه جميله طبعا. طبعا. ولكن لما بتيجي انت عارف النتائج بقى بتسوق وبتاع، فكان لازم في قرار يعني. فالحمد لله طبعا على كل شيء. طيب ناخد بقى يعني خلاص هنقول وادي دجله يعني ربنا يكرمهم ان شاء الله، وزي ما حضرتك قلت منظومه مميزه يعني، وتعاقدوا هم مع كارتيرون المدير الفني الفرنسي. حاضر معاهم الماتش اللي فات في المقصوره. ما انا اتفرجت شفت الماتش. والعلاقه طيبه الحمد لله جدا جدا يعني. طيب موضوع امبي، انا عارف ان هم بيكلموك وحضرتك ماسك وادي دجله، ده انا عندي المعلومه دي. لا هي بعد نص ما خلص السنه اللي فاتت يمكن ما حصلش نصيب. انا كنت متعاقد طبعا مع وادي دجله وبحترم تعاقدي. ايوه. ولكن هم لما سبوا اللي انا سبت دجله فحصل تفاوض، فيمكن انا كنت لسه باخد خدش قرار. النهارده بس الظهر يمكن كلموني وتقابلنا وخلصنا الحمد لله. تمام، يعني خلاص كابتن حماده صدقي. ماضينا. الحمد لله. الحمد لله. لمده قد ايه يا كابتن؟ 6 شهور. نهايه الموسم ان شاء الله. نهايه الموسم. طب ليه العقد مش طويل شويه، ان انت برضو ماسك في نص الموسم ويعني ما يعني لا ما في يعني يعني دايما في الظروف دي بيبقى العقد سنه ونص مثلا، 6 شهور والسنه الجديده، ان انت عشان تلحق تشتغل يعني. ما هو يمكن لا انا عارف، عارف طبعا الفريق الانديه كويس طبعا، فريق محترم ونادي كبير ولكن هي ك من الطرفين برضو احنا قلنا طب نهايه الموسم ونشوف يعني. ايوه. طيب موضوع الجهاز المعاون يا كابتن حماده، مين هيكون مع حضرتك؟ هل الجهاز الفني اللي شغال دلوقتي؟ كل الجهاز موجود دلوقتي. يعني كابتن خالد متولي وكابتن طارق السعيد يعني بنسبه كبيره كلهم موجودين معايا ان شاء الله. مفيش حد خالص حضرتك هتجيبه؟ لا لا، هم طلبوا الجهاز كله متواجد. وانا طبعا كلهم اصدقاء وحبايبي طبعا، اكيد مبارك الناس كلها وايمن السيد كلهم حبايبي طبعا. فان شاء الله، يمكن انا لسه ما رحتش النادي خالص لسه خالص، ولا يعني في النهارده بس في الشركه، وبكره باذن الله عندهم مباراه. ايوه. اروح احضرها ان شاء الله يعني هتتفرج على ماتش امبي بكره مع المحله ان شاء الله باذن الله، وعندنا اجتماع بعد كده ان شاء الله، وبعد كده اجتماع وتنزل مع الملعب بعد بكره ان شاء الله باذن الله. يعني حضرتك هتقود مباراه بتروجيت يوم الجمعه ان شاء الله، امبي وبتروجيت
باذن الله ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن حماده، يعني ان شاء الله ربنا يكرمك وحضرتك مدرب كبير وان شاء الله تعمل شغل كويس مع نادي انبي. نادي انبي كمان نادي كبير وعنده لعيبه مميزه، فان شاء الله الفتره الجايه تكون فتره مزدهره كده لحضرتك ونادي انبي ان شاء الله. يا رب يا رب يا كريم، ميرسي جدا. الله يخليك يا كابتن، شكرا جزيلا. كابتن حماده صدقي طبعا الشخصيات المحترمه جدا، وعمل طفره كبيره جدا في نادي سموحه السنه اللي قبل اللي فاتت، وكان بينافس على الكاس وبينافس على الدوري، وصل للمراحل الاخيره نهائي كاس مصر ونهائي الدوري. عمل شغل كويس قوي مع وادي دجله، بس مش عارف ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت دي. السنه دي وادي دجله يعني النتائج ما كانتش مظبوطه، ودايما بيحصل كده، مفيش مشكله يعني، بتبقى في ظروف، في سوء توفيق، لكن ان شاء الله نتمنى له التوفيق مع نادي انبي. كابتن حماد صدقي من الناس المحترمه جدا يعني.